تصدر نجم أحمد السقا إيرادات موسم عيد الفطر السينمائي بفيلمه هروب اضطراري بفارق كبير عن الأفلام المنافسة بالموسم، حيث حقق الفيلم حتى الآن 40,593,000 جنيه، ويحتل العمل حتى الآن المرتبة الثانية في قائمة الأفلام الأعلى إيرادات في تاريخ السينما المصرية بعد فيلم لف ودوران للنجم أحمد حلمي، فيما استضاف المصري اليوم صناع فيلم الأصليين في ندوة حضرها كل من المخرج مروان حامد والمؤلف أحمد مراد والمنتج صفي الدين محمود. تحدثوا خلالها عن فكرة العمل والجدل الذي أثير حوله، إلى جانب تحقيقه إيرادات غير متوقعة جعلته يحتل المركز الثالث في سباق الأعمال السينمائية المطروحة بدور العرض.